ومشاهدينا الكرام، نتحول الآن للحديث عن قطاع التعليم العالي. فقد حظي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية في الفترة من 2014 حتى 2021. أدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع. كان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شهدت تطورا ملحوظا منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة. وفي هذا الإطار استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة من خلال التحول من النظم التقليدية إلى نموذج القائم على التحول الرقمي الشامل تنفيذا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل الاختبارات الممكنة، نظم التعليم أو التعلم الإلكتروني، مكانة المستشفيات الجامعية، بوابة الطلاب الوافدين بإجمالي تكلفة بلغت نحو 7.335 مليار جنيه.